اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين ومشاهدي جو فهم وين ما كنتم، سواء داخل تونس او خارج تونس. تحيه لكم اينما كنتم. سعداء كثير نستقبل ارائكم واقتراحاتكم مباشره على قناتنا الرسميه على يوتيوب وعلى فيسبوك تاعنا جو فهم. ضيفنا الاخير هو فنان تونسي، فنان متألق، عنده كثير من الأغنيات وجديدة، وهو عمل أغنية فيتورينغ مع كلاي بي بي جي. مشروع تحية كلاي بي بي جي. الأغنية نتاعو هي فافيلا، فافيلا اثنين، شيء فافيلا اثنين، شيء أغنية، شيء كل شيء. خلينا نرحبوا بكل حب الفنان التونسي حاتم ميلاد. مرحبا بك حاتم. يبارك فيك، عايشك كمال. إن شاء الله مرحبا بكل مستمعي جو اف ام أينما كانوا. ميرسي على ديتاسيون. مرحبا بك حاتم، اخيرا تقابلنا. اونفان تقابلنا. سيتي بريفي باش نتقابلوا برشا مرات. برشا مرات. برشا مرات. حوارات. بالتسجيل في ديزونجاجمون واحد نتاعو الخدمه ومع المزيكا. دونك بين سهر ربي. ميفو تحت جميع. مرحبا بك حاتم، نورتنا وشرفنا. مبروك الاغنيه فافيلا. فافيلا اثنين مع فيتورينغ كلاي بي بي جي. باش نحكيو على الفافيلا، كيفاش جاتكم الفكرة باش تغني فافيلا؟ كيفاش عيط كلاي بي بي جي باش يغني فيها وكل شيء؟ باهي، اون فيت هو اللي معناها باختصار اللي صار هو اللي عندنا فكرة أنا ومان عندي مسي، نوجه له تحية ومرته أسمع، على أساس باش نعملوا أن فيتورينغ مع شكون. دونك دو كو الفكره جات نتاع الاوبرا والراب فافيلا دور، هذه كان اسم فافيلا دور وسماها كلاي على خاطر نوجهوا له تحيه. نوجهوا له تحيه اكيد، لانه هو على اساس كانت الاغنيه باش تهبط، هي باش تسكر له، باش يسكر بها الالبوم نتاع الزمكان نتاعو. عنده فافيلا 1 وهو فافيلا 2. الاغنيه كان حتي في الاوبرا والراب، معناها سي ان ستيل جديد اللي خدمناه انا ومرام، والفكره ياسر عجبت كلاي. دوكو تلمو عجبتو قال هذه باش نسميوها اوبرا ستايل فافيلا 2، ومن بعد شات الاقدار باش تهبط في الشان نتاعي. دونك لا ولا عندي انا، والروتور ان شاء الله باش يكون عندهم ان شاء الله. شنو تحكي تخدم فافيلا 2؟ فافيلا 2، فافيلا 2 هي ديجا كلمه فافيلا، هي نقصدوا بها الاحياء الشعبيه، هي كلمه هو ان فيت الاحياء الشعبيه اللي في البرازيل، بديت من غادي. الكلمه تتقال على الاحياء الفقيره والقصديريه والشعب اللي تعب الفقير، فهمني. دونك انا باز هو فافيلا حتى الاولانيه يحكي على القهر والظلم والفقر والتسكتيبه، فهمني. جات بعد بابيل نتاع نفس الحكايه، نحكي على نفس المشاكل اللي عندنا في تونس ان سيغتان مومون، فهمني. الاغنيه كانت باش تهبط قبل 25 جويي 25 جويي هبطت شويه روتار على غالب امور تقنيه، فهمني. هذا ما يمنعش ان الاغنيه كانت نظره استشرافيه على اللي صار في 25 جويلية، كان تسمع لي بارول. الفكره والكونسيبت نتاع الاوبرا والراب، انا غنيت الروتان اللي هو بستيل اوبرا جون ليريك، والمارياج هذاك ما بين الاوبرا والراب ما كانش ساهل باش تخرج حاجه كيكا. معناها انت على ليميت لاسبيراسيون كي مشيت تسمع الاغنيه باش تسمع الراب والشون ليريك والاوبرا، اما حاجه ياسر محلاها مع بعضها متناسقه، وهي هذيك التركيبه الصعيبه اللي احنا خدمنا عليها، والحمد لله لقات تجاوب. تشوف معناها من المشاهد ولي غايك حتى من المغرب والجزائر ومن العالم العربي الكل، فهمني، والحمد لله. باش تسمح شويه حاتم، باش تسمح قنايه فافيلا وبعد عاود نرجع نكملوا نحكيو في البرنامج كيمو شو على جوابها موسيقى. فافيلا 2 سمعنا انا وياكم الان الفنان حاتم ميلاد فيتورين كلاي بي بي جي. نشكر تحيه كلاي بي بي جي، تحيه لي. يعطيك الساعة على الغنية، يعطيك الساعة على الغنية، يعطيك الساعة على الغنية. قل لي الغنية هي فافيلا 2، قلت قبيله انه كانت من المفترض انه تهبط في 25 شويه في عيد الجمهورية. في الأغنية هذه فافيلا 2 فما تغييرات الكلمات ولا كيف؟ هي اون فيت الأغنية براتيكمون عندها من رمضان حاضرة، باش نقول من رمضان. اي من رمضان احنا بدينا بها شوية في ليزونجاجمون تاع كل واحد منا، فهمتني. والأغنية براتيكمون ما تبدلش فيها حاجة كبيرة، خاطر كيما قلت قبيلة هي كانت نظرة استشرافية
on dirait بلي شي سي في 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 تونس وقت كان ذكر شي في في رمضان وبعد على ثلاثه شهور الجايين يكون كان فما برشا حاله تاع احتقان كبيره في البلاد والناس فات روحها طالعه فهمني جات الغنيه على اساس باش تهبط هي قبل 25 جويي بعد كي صار 25 جويي عملنا وقفه تامليه ومعهم شويه امور تكنيك دونك هبطناها من بعد 25 جويي تسمى معناها دومير ما فماش حاجه تاع جمعتين ابخي فهمني اما هي الغنيه ومكتوبه وحاضره من قبل حتى الكليب حاضر جوست قعدوا دي بتي غوتوش اللي هما صاروا وهبطناها وين نتصور الكليب؟ والله يتصور على في ثلاثة أماكن اللي هما في دار سلمى وفي القبة وصورنا زادة في سيدي بحسن بالفوق بيان كو باش العباد تشوف الفابيلا نتاع تونس اللي هي معناها كانت تخزن في السنتر فيل باش ترى الأفريكا والسنتر فيل واللاك والبارتي بانديو نور والبارتي لوكال بارتي هي بانديو سود تبدا تدور هكا مع شويه مع السنتر فيل تبدا تحس فما احياء ولاد احياء شعبيه وهذاك اش حاب يوصل هو معناها كلاي على باز نحكيو على على الفقر اللي في البلاد والظلم والهم الحشاكم اللي كنا نعيشوا فيه جاتنا شويه هكا بوادر تاع فرج والحمد لله وان شاء الله اللي جاي فيه اي حاضر ما الى جانب اوبيرا بستايل بابيلا عندك خنايين اخرين تغني فيهم وحدك اي اوبيرا بستايل اوبيرا اوبيرا بابيلا اللي واحد هي اول تعامل بين 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 فنان وراب تقصد معناها هو اول تعامل بين كلاي وانا تقصد اي هو اول تعامل ديجا كيما قلت لك هي كانت باش تهبط في الشين تاع كلاي باش يسكر بها الالبوم تاعو لالية تو عندي ان شاء الله الرتور عنده هو بروشينمون باش يكون عندنا اغنيه اخرى مع بعضنا في الشين تاع خويا كلاي نوجه له تحيه نوجه تحيه اكيد وانا عندي دي سولو بتاعي زاد ان شاء الله عندي اغنيات بريسك حاضرين باش ياخذوا في وقتهم ان شاء الله زاد اون فا كومونيكي سا بشوي بشوي وعندنا اغنيه بونيس بو ترابي زاد باش تكون زاد انا وكلاي مره اخرى دونك يوغا بتيتر ثلاث اغنيات مع بعضنا ان شاء الله ايه حاضر فما امكانية نشوفوا حاضر يغني مع فنانة ترابية فنانة وترية ولا علاش ليه فنانة شعبية انا على باز شوف انا على باز راني وتري مش معناها معناها انا نرجع لك شوية بال بال بالباركور مش تقني غنيت ترابي قبل شاركت في مهرجانات شاركت مهرجان وين جيت الثانية بعد عملت شون ليريك جو في بارتي من الكور دوبيرا دو تونس مع الويستي لوركيستر سيمفونيك تونيزيان شنو اخر غنيت معناها مع حسين الدوس سجلت اغنيات طلعت على مهرجانات معناها على باز الحمد لله يا ربي انا نعتبرها هذه ما حاجه من عند ربي اللي معناها نغني تول لي ستيل وتول لي كولور دو معناها الوان فوالا الالوان الالوان الغنائيه كلنا نجم نغنيهم فهمني الراب هي حبينا نكرهنا توا سي لا توندونس حبيت نمشي فيها عملت ديجا اغنيه اللي هي وجيعه تنجم تدخل على الشين يوتيوب نتاعي حتى ميلاد وتشوفوها زاد سي حاجه في التراب معناها سي دو راب شونتي ولقات تجاوب كبير وقتها انا قلت يا علاش ما نعملش انا زاد توا اغنيه فيها الراب وفيها زاد لي شون ليريك والفكره جات وقتها كيف فهمني اما راني باش نكمل في ستيل نتاع التراب معناها يعني عندي حتى مشكله جو سيو فيغا توت بروبوزيسيون نجم نغني وتري حتى شعبي اوبيرا الراب حتى الاوكسيدونتال نغني بالنسبه على الفافيدا اثنين كانت فكرتك انت ولا فكره كلاي بي بي جي ولا كيف كلاي بي بي جي كلمك ولا كيفاش كنت وقت دخلت انا ياسر في الكوليس نعرف كل شيء نحن نعرف الاسرار معاك شوف هو مرام دي ام سي احنا ديما نتقابلوا وهي كان صدف هي اللي حطتنا فيها من بعضنا خاطر انا وقتها نسجل في اغنيه وجاء خويا احمد كلاي بي بي جي دونك تعرفنا على بعضنا تجمع تقول وقتها سمعني وسمعنا الموسيقى مع بعضنا واحنا ديجا وقت الفكره موجوده بدينا نحن نخمو فيها فهمني الموسيقى موجوده واللحن الميلودي موجودين جوست يفالي كلكان لي برسمي بوغ اسوري اك النوع الريتم والريسك هذاك شكون باش يجم يمدريسي
لازم عبد ما شاء الله عليه لازم يكون قوي برشا. وانا ما نقرنا باش نحكي مع كلاي، وكلاي رحب ياسر بالفكره ويعطي الصحه، وهذا شرف لي اللي انا تعاملت معاه واللي عملت كولابوراسيون معاه، ورحب بالفكره على الاخر. قلت لك على اليمين هنا كان باش تعبر في شيء، والاسم فافيلا دو معناها يقول لي هذه اكبر شهاده اللي هي عجبته الفكره، وتبارك الله الكتيبه اللي كتبها كتيبه قويه برشا تشوف فهمني، ولقى السمبيوز هذيك الليزون والمارياج اللي انا كنت خايف منه نلقى كيفاش يخرجنا منه معناها ديريكت، معناها الاغنيه مشات فلويد وميوزيكالمون بارلون اللي فلويد معناها فهمت، وطلعت حاجه كما نقولوا احنا رعب معناها فهمتني. خلاف كراي بي بي تي ما شكون تحب تعمل؟ والله شوف هي راهي انا كما قلت لك راني جو سوي اوفير ا توت بروبوزيسيون، انا فما برشا في الدومين تاع الراب تاعي تتبع اكثر وليد، فما انا شوف اي مزيكا مزيانه تعجبني معناها مش مشكلتي في الراب بالذات، معناها تنجم تمسني اي ستيل دو ميوزيك يجم يمسني. انا بور مومون بديت مع كلاي، وان شاء الله مازلت عندنا مع بعضنا حاجات اخرين دي بروجي اخرين، مي سينون تحكي تقصد انت في لي رابور شكون اخر يعجبني؟ والله براتيكمون كما قلت قبل في لي باساج قبل، معناها القدوم براتيكمون هما اللي رسخوا فكره الراب في الذوق التونسي، هما اللي عندهم شافوا بقى الحقيقه فهمني. مي فما جنجون يعجبني باغ اكزومبل توا كي نسمعوا عنده احساس كبير ياسر، فما يديكاج حاجه روعه معناها، انا يعجبني جنجون على الاخر، فما يعجبني سانفارا، يعجبني حتى مرتضى كي عمل فيتيونيك مع سانفارا بالرسمي حاجه ياسر روعه، وخد منهم تحيه في زوز شابوبا. برشا برشا ما نحبش نسمي انا ياسر البلطي كيف كيف غني على التعريف، معناها هذوما انا فوماس اللي هما في البوديوم فهمت. نوردو زاد بكال علي عنده خامه سبيسيال على الاخر، معناها فما روح فما احساس فما فيلينغ، انا نمشي ياسر بالفيلينغ، حاجه تنجم تكون ما تعجبش عباد اخرى تعجبني انا، خاطر الذوق نتاعي انا الفيلينغ هذاك حسيته انا، الاغنيه حسيتها. اي حدا ما باش نسالك على حاجه وجدنا على الصوره القتلي وما تحبش تطلب لها عليه اللي هي في الميدان التمثيل، مثلت مع خيلي في الفيلم الفرنسي، خيلي حضور نشر تحيه خيلي صحيح ولا ايه؟ صحيح على الاخر. كيفاش شادك الدور هذا؟ اقترح لك خيلي وكل شيء، وعلاش ما قلتش في الاعلام التونسي كنت شاركت في بعض الاعمال في الافلام؟ هكا انت سالت وجاوبت وحدك كمان، تو سامبلومون خاطر مازالت هي تنجم تقول هذيك اول اكسبيريونس، انا مثلت مش عملت تياتر معناها عميل بل تياتر وانا صغير، قعدت تشوف انا غرامي الموسيقى والتمثيل وانا لي هذوما الغرام اللي انا نجم نمشي فيهم قدر فيهم، خاطر غرام بالرسم حاجه نحبها حاجه نحسها فيا فهمني. والله الفكره معناها كانت معناها هي البروبوزيسيون جات كيك عبد الله، وانا رحبت بالفكره وقلت مرة فازي جو بلونس ابخيتو، عملت دي معناها دي بتي كور ميتراج قبل وحكيت فيها معناها دي سيكونس صغار معناها، مي المره هذه قلت نمشي فيها الحكايه، وجربت الفكره ورحبت على الاخر بالفكره، وخير يعطي الصحه في الخدمه مزيانه ومغروم على الاخر، وان شاء الله ربي يوفقه يعمل فيه ويوصل يحقق احلامه، هذا كل واحد منا قاعد يجري وراء احلامه فهمني، وهذاك اللي يخلينا نقدمه حتى بالليزيشيك ولا تحب انت ديما باش تلقى روحك تقاوم وتطيح وتقوم، وقدرة ربي المغروم واللي امن بروحه يوصل. مش نشوفوا حاطب يشارك كل الاعمال الدراميه المسلسلات؟ والله علاش علاش بالعكس انا نحب على الاخر وجو سوي اوفير على الاخر للفكره مفتوحه اي مفتوحه على معناها انا في كان جيني دي بروبوزيسيون في التمثيل سواء في المسرح ولا في التلفزه ولا معناها وعادي ما يقلقنيش نمشي حتى لكاستينغ ونعمل لكاستينغ ونتعدى بالعكس. وين تلاقي روحك في الاعمال الدراميه في رمضان ما عادش عندنا وقت، وين تلاقي روحك في الاعمال الدراميه؟ باش تشوف روحك تمثل فيه؟ والله يا الفندق نشوف روحي فيه، نشوف روحي زاد في التاسعة في المسلسل سمح أولاد الغول فهمت، دونك نشوف روحي في
في اعمال في الاعمال هذوما زوج سورتو النجم تاع كل نجم حاجه بيس نشوفوش تشوفوك في حلقه ان شاء الله كان جات الفرصه تمنيت باش تشارك تمنيت معناتها تمنيت معناتها شفت المسلسل حلقه تمنيت باش تشارك في حلقه اي اكيد 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 هما هما في اعمال هذوما بالرسمي حاجه معناها عالميه وما حاجة عالمية. فما دي بيرسوناج انا جو سوي ايدنتيفي فيهم ديريكتومون فهمني في الثلاثه هذوما يا فضلك راه فهمني هذا كلمه خدين شنو تحب تقول للمستمعين اللي يتابعوا فيك وشنو عندك جديد كل شيء ميرسي بوكو ليك انت كمال بصحه على الاستضافه ان شاء الله عندي جديد تري بروشينمون باش يكون فيتشرينغ اخر مع كلاي دي بي جي وعندي اغنيتي سولو حاجه مزيانة برشا غنية صيفية مزيانة خفيفة نظيفة في الجو اللي أنا نعمل فيه إن شاء الله تنال عجب الناس الكل نستدعى الناس الكل تدخل على شانا يوتيوب نتاعي حاتم ميلاد تعمل أبوني تدخل تسمع غنياتي حطوا لي دي كومنتير وإن شاء الله اللي جاي فيه إن شاء الله ميرسي بوكو لكل مستمعي جو اف ام وإن شاء الله في فرصة أخرى نجي ونحكي لكم على جديد إن شاء الله جاي خير وبالا جاي تكون معنا أنت وكلاي على شيء مع كليب تاعها جديد ان شاء الله شكرا لك حادم نورتنا وشرفنا حبيت نقول لك خلينا حاجه ولا ما ننساش عبيت شويه ما شاء الله لاباس ديجا نحكي بخشمي معناها ما ننساش اما فاكسيني ما جاري فاكسيني هاي باهي هاي باهي جست نزلت برد صغيره هكا هاي باهي شكرا لك حادم نورتنا وشرفنا شكرا لكل المستمعين والمشاهدين جو اف ام اللي تبعتوا معنا نحب نشكر أسامة مبروك بالتقنية الصوت اللي تبع فينا الآن نتقابل إن شاء الله خميس الجاي على جو اف ام في كيمو جو باي باي سلام عليكم